صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلد دي، وكان معنونا على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده يوم السبت، يوم جديد ويوم اسبوع جديد، بدايه اسبوع جديد حلوه عليكم وعلينا ان شاء الله، وربنا يرزقكم بكل خير يا رب. هنبدا كده الحلقه بمناسبتين تهنئه مبسوطه لهم جدا بصراحه. اول تهنئه لفؤاد مونتير معانا هنا، مونتاج معانا في القناه، كان فرح امبارح خطوبته على غاده، يعني بجد كانوا امارات، الله اكبر عليهم، ربنا يحفظهم. الف مليون مبروك يا فؤاد، ربنا يسعدك ويحفظك يا رب، ويسعد قلبك بيها ويسعد قلوبكم ببعض، ويجمعكم دايما في الخير والفرح، ويتم لكم فرحتكم على الف خير. دي كانت الفرحه اللي احنا كنا فيها امبارح، ربنا يتم لهم على خير، واليوم كان جميل بيهم وحلو بيهم بصراحه، ما شاء الله عليهم. الفرحه بتاعت النهارده بقى ان شاء الله ربنا يتمها على خير، وهي بقدم التهنئه للشيف محمد ابراهيم، اخته فرحها النهارده، بقول لها الف مليون مبروك، وربنا يتم لك على الف خير وعقبالك يا محمد، ونحضر فرحك قريب ان شاء الله، وتعيش بسعاده وهنا، وربنا يا رب يتمم لاختك على خير، الف مليون مبروك يا رب. دي كانت فرحتين كده حلوين كده كان لازم نبدا بيهم اليوم، يا رب عقبال كل البنات وكل الشباب اللي داخلين على جواز، ربنا يهني قلوبهم ببعض ويرزقهم الخير والسعاده، اللهم امين. طيب تعالوا بقى النهارده احتفال بقى بالمناسبتين الحلوين دول، عاملين النهارده حلقه محببه قوي لقلبي، عامله فيها صنف يعني مش بينزل في معدتي، لا هو بينزل في قلبي، مش بالنسبه لي انا بس، ده بالنسبه لناس كتير. عاملين ورق عنب، ورق عنب، وعاملاه النهارده بحته لحمه انتركوت كده يعني تتاكل نيه. تعالوا كده نشوف المقادير. صباح الفل يا حمدي الاول، صباح الفل يا مونتي، صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا شباب، يومكم حلو بيكم وليكم يا رب دايما بوجودكم معايا، صباح الهنا والسعاده. هنعمل ايه؟ هتنزل تنزل مقاديرنا دلوقتي، بس قبل ما تنزل مقاديرنا عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710، من اي موبايل على 1710، في انتظار مكالمتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف مقادير ورق العنب النهارده السهله والبسيطه، ولفته سهله وبسيطه، وتسويته كمان سهله وبسيطه. تعالى خش عليا كده يا حمدي، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا يلا بينا تططط، يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع حمامه. بصوا التسويه بتاعته، ورق العنب ما يزيدش، ورق العنب الميه بتاعته ما نقولش تغطيه، لا بصوا الميه والتسويه بتاعته عامله ازاي، شايفين الشكل عامل ازاي. هبدا ان انا اغطيه كمل التسويه بتاعته، ومش هعري عليه تاني. الحله بتاعتي فيها خروم، فالخروم ديت هي اللي هتساعد ان البخار يطلع والتسويه بتاعته تبقى زي الفل. ورق العنب لو اتعرى يسود، ورق العنب بعد ما تسويه لو عريتيه وشلتي الغطا من عليه تلاقيه اسود، فخليه دايما كده وقت التسويه، مش كل شويه تفتحي كل شويه تفتحي. انا قفلت الوقت اهو، ومش هفتحه الا لما اجي احط عليه اللحمه الانتركوت. احنا عارفين دايما دايما ان اللحمه بتتحط تحت، او ريش او اي او عكاوي او كوارع بتبقى تحت، وبعد كده بتحط عليه الورق العنب، لا النهارده هنعكس. ليه؟ علشان انا عايزه لما اقلب كده يبقى اللحمه هي اللي سانده ورق العنب، هي اللي سانده ورق العنب. هاخد منها قطعتين ثلاثه مع بعض على جنب كده، هبدا ان انا اقطعهم سلاخ رفيعه، وابدا ان انا اجرنس بيهم الطبق، لكن الاساس هيبقى تحت. طب ليه ما سويتهاش مع ورق العنب؟ هكمل تسويتها في الربع الاخير لورق العنب. هو كده لسه بيغلي، لسه كده بيدي في بدايه الغليان. عندي طاسه على النار سخنه قوي، هبدا ان انا اسوي قطع الانتركوت او الريش او ايا كان اللحمه اللي انتم مستخدمينها، هسويها لوحدها ادام مش مسوياه مع ورق العنب في الارضيه. طب يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا، ونشوف مقاديرنا النهارده بتقول ايه يا حمدي، واستاذنك بس نسيبها كده دقيقتين علشان نصورها او نكتبها. يلا بينا. ورق العنب باللحمه، عايزه تحطي لحمه انتركوت، عايزه تحطي موزه، عايزه تحطي عرق فليت مقطعاها شرايح، عايزه تحطي عكاوي، عايزه تحطي كوارع، عايزه تحطي ريش، ايا كان اللي موجود امشي على نفس الترتيب كده، وحته اللحمه، وابداي ان انت ايه اشتغلي فيها زي ما انت عايزه. عندي كيلو ورق عنب ايا كان بقى مفرز انت جايباه، متعلب انت مفرزاه، جايباه فريش ما فيهاش اي مشكله. معايا ايه؟ الخلطه بتاعتنا كوبايتين رز مصري، ويفضل ان هو ما يكونش مغسول علشان ما يبقاش بايش، علشان ياخد التسويه الصح لورق العنب على النار. معايا بصلتين مفرومين، ثلاث حزم خضره مشكله مفرومين، فلفل حامي مفروم. معانا ايه كمان يا حمدي؟ معانا كوبايه عصير طماطم، ومعايا كمان اربع معالق كبار من صلصه الطماطم البوريه، اربع معالق كبار من دبس الرمان. ورق عنب يعني دبس رمان.
عاملاه لحمه، عاملاه ساده، هو دبس الرمان. دبس الرمان كده يدي مزازه وتطعيمه في منتهى الجمال. معانا كمان نعناع ناشف وكمون وملح. فين الفلفل الاسود؟ حطي كمان حبه فلفل اسود معاه. ده كده الحشوه بتاعت ورق العنب. تعالوا بقى لعمال اللحمه هنعمل ايه. عندي كيلو ونص كيلو ونص لحمه او 2 كيلو لحمه. عايزين تعملوها ريش ما عنديش مشكله، بس احنا النهارده مش عاملين ريش، وانا قلت لياسمين تغيرها. النهارده مش عاملين ريش، النهارده عاملين لحمه انتركوت. ومعانا كمان معلقه كبيره ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم، زبده وزيت وملح وفلفل اسود. دي التسويه بتاعت اللحمه. عندي طاسه على النار والطاسه سخنه قوي علشان هسوي اللحمه فيها على ما ورق العنب يستوي. نونا انت قلتي تسويه اللحمه هتاخد من الربع الاخير من تسويه ورق العنب، صح؟ بس اكيد مش هتكون استوت، فانا لازم اطعمها واديها الصدمه بتاعتها الحلوه بره كده بالتطعيمه الحلوه، وبعد كده احطها تاخد بقيه التسويه عليها. طيب عندي ايه؟ عندي زبده وزيت على النار. بسم الله. ادام الطاسه عندي سخنه قوي فنزلت بالزيت علشان الزبده ما تتحرقش. وبصوا هعمل ايه. عندي توم وعندي فلفل، هنزل بالتوم يا دوب ان هو يتشعوط كده ويشم النار، واروح نازله بالفلفل. اللحمه مش هطعمها بره، لا انا هسيبها تتطعم من هنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هروح حاطه هنا كده شويه من الملح، نعم، ونصبح على منار ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل عليك، ازيك يا شيخ؟ صباح الجمال والهنا على عيونك يا قلبي. عامله ايه؟ عامله ايه يا روحي؟ كل سنه وانت طيبه. وانت بصحه وسعاده يا رب وبخير دايما، تسلمي لي. انا سعيده خالص ان انا كلمتك والله. انا اسعد، اول مره اتواصل معاكي. انا اسعد ومبسوطه جدا باتصالك، وصباحك زي العسل زيك يا رب. الله يسعدك ويسعد قلبك يا حبيبتي. تسلمي لي. عامله ايه؟ عايزه اعمل اهداء لحماتي. اقول يا سلام يا سلام يا سلام. قولي. بسم الله. لعيد الام يا حبيبتي، قولي اللي انت عايزاه كله. الله يبارك في حضرتك، ربنا يبارك فيك ويخليكي لينا حبيبتي. ما نحرمش منك، قولي لها كل اللي انت عايزاه. الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا رب. حبيبتي عايزه اقول لها كل سنه وانت طيبه، وربنا يخليكي لينا يا ام يا رب، وربنا يطول في عمرك كمان وكمان يا رب. يا رب اللهم امين. نموذج اهو يا جدعان، مش كل الحموات وحشين، مش كل الحموات وحشين. منارة اهي دليل على ان حماتها ما شاء الله عليها. على فكرة هي لو حماتها مش كويسة معاها ولا هتعمل لها اهداء ولا هتعمل اي حاجة، صح يا منار؟ سوسن هي اسمها. ايه؟ سوسن. اسمها سوسن. عشت الاسامي يا سوسن. بقول لها ربنا يخليها لينا يا رب، وكل سنة وهي طيبة. ربنا يخليها لك ويخليها لكم دايما، وتفضل منورة حياتكم يا رب. اللهم امين. كل سنة وهي وامهات العالم كلهم بخير. نورتيني يا منار، نورتيني. بصوا كده انا بكلم منار، عملت ايه؟ طعمت اللحمه، طعمتها بايه؟ طعمتها بفلفل حامي وحبه ثوم مع زبده وزيت، بداوا ان هم يسيحوا مع بعض، اتشوحوا تشويحه بسيطه، ورحت نازله باللحمه كده من غير ما تبل اي حاجه. التتبيله هتجي لها منين؟ التتبيله هتجي لها من رشه الملح والفلفل الاسود اللي انا حطيته. شايفين المنظر عامل ازاي؟ طب انا ممكن اعمل لك دي كده. معلش. عشان التسويه بتاعت المحشي. بصوا كده تستوي بقى. ايوه عشان عشان النار تستوي بقى معانا وتتلسوع من جميع النواحي كده، ونشيلها في طبق وارجع احط باقي الكميه لحد ما تستوي خالص. تعالوا كده بقى نبص بص على المحشي. تعالوا نبص بقى كده على المحشي. بص معايا يا حمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الميه ما بقتش باينه غير حاجات بسيطه. في اللحظه دي بقى ابدا اوطي، اعمل كده واروح موطيه النار عشان يكمل تسويه على الهادي. واللحمه عندنا ماشيه تمام وزي الفل اهي، بدات تتلسوع معانا يا حمدي اهي، وتاخد اللون الحلو اللي انا عايزاه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ اجي بقى كده. بص يا حمدي، بسم الله، نعمل كده واروح مطلعه من هنا كده، واروح عامله كده. الله اكبر. بالشكل ده كده. واكبس تاني في باقي الزبد.
ناخد باقي الصدمه بتاعه اللحم من ناحيتين، وتتطعم برشه الملح والفلفل الاسود اللي احنا حطيناه مع رشه مع شويه الثوم وشويه الفلفل، تبقى تمام وزي الفل. تعالوا كده على ما تبدا تاخد الصدمه من جميع النواحي نشوف هنعمل ايه في ورق العنب والحشوه بتاعته. طيب سواء جايبه ورق العنب فريش او جايباه معلب اللي هو البطرمانات او الاكياس، بس الاكياس بيكسر يعني بلاش لو هتجيبوه متفرز جاهز بلاش الاكياس، بيبقى ناشف وبيكسر ما بيبقاش حلو. طيب هتجيبوه البطرمانات ماشي ما عنديش اي مشكله، بس تخلوا بالكم من يعني من النوعيه اللي بتجيبوها، ما تبقاش اللي هي يعني انتوا عشان توصلوا لنتيجه مضمونه بتجربوا مره واتنين وعشرة. يعني انا عشان اوصل لنوعيه ورق عنب مضمونه انا بحبها بجرب مره واتنين وعشرة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بسم الله مثلا ممكن اجيب بطرمان ورق عنب مره الاقيه عامل زي ورق الشجر، ورق التوت اللي هو الكبير دوت ما بيبقاش طعمه حلو وبيبقى ناشف وبيبقى مجلد، علشان كده تجربوا مره واتنين وتلاته لحد ما توصلوا لنتيجه مضمونه لورق العنب المعلب اللي انتوا بتجيبوه. طيب عملنا كده يا نونا، وبعدين بتجيبي بعد كده بتشيليه من المحلول تشطفيه كويس كده، تشطفيه كويس جدا. عايزه بقى ورق العنب يبقى مزز معاكي ومش عايزه تحطي دبس رمان في الحشوه نفسها، مع ان دبس الرمان في الحشوه بينقل ورق العنب لحته ثانيه خالص. طيب تعملي ايه؟ كوبايه من الميه بعد ما تشطفيه كويس قوي، كوبايه من الميه وتدوبي فيها معلقتين ثلاثه من ورق اسفه معلقتين ثلاثه من دبس الرمان، دوبيهم في الميه ونقعي فيهم ورق العنب نص ساعه. يا نهار ابيض على الجمال اللي بيبقى فيه ورق العنب والمزازه بتاعته والطعامه بتاعته وريحته نفسها وهو بيستوي بياخدك لحته ثانيه خالص. ونسلم على استاذه ناديه نقول لها صباح الهنا. يا صباح الفل على احلى شيف، صباح الجمال على عيونك يا ست الكل، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي وعامله ايه واولادك عاملين ايه؟ بخير عامله ايه حبيبتي؟ بخير بخير الحمد لله نحمد ربنا. يا رب دايما حبيبتي تسلمي لي. اموريني بقول لحضرتك الامر اللي ما يمرش عليك ظالم، بقول لحضرتك الاول انا عايزه اعرف الكلاش ماركته ايه، وثاني حاجه انا عايزه اجيب الكريم لمرات ابني، بس انا واحده عندي 72 سنه ومعرفش اتواصل زي ما انتوا بتعملوا، عيوني مقدرتي ان انا اجيبه. عيوني الاثنين معلش لو سمحتي. بصي الجلاش هتقول لك عليه ياسمين او ماهي، بالنسبه ماشي. للكريم سيب لهم رقمك وانا هخلي حد من الفريق الطبي يتصل بيكي. عينيا الاثنين حاضر. عينيا والنبي ما تنسي والنبي مش هنسى. الله يستر. اديهم بس رقمك وانا مش هنسى ان شاء الله. عينيا نورتيني يا حاجه ناديه نورتيني. بصي كده بقى شايف الخلطه عامله ازاي ولا ريحتها في منتهى الجميل. حبه النعناع الناشف اللي احنا حطيناه مع حبه دبس الرمان والبصلايه اللي دعكناها مع قرن الفلفل، يعني عايزه اقول لكم ريحه الخلطه نفسها تتاكل نيه كده. اللحمه ماشيه معانا تمام وزي الفل. الصدمه اللي انا بديها للحمه دي بسم الله الرحمن الرحيم بتبقى واخده مثلا يعني هنقول ربع التسويه، ربع التسويه، وبتكمل بقى التسويه بتاعتها مع ورق العنب. اغطي ومش هرفع تاني الا بعد يعني من 10 دقايق لربع ساعه. طب اللحمه اللي فاضله دي ايه؟ هخليها تكمل سواها كده علشان دي اللي هحطها عند التقديم. هتتقطع سلاخ رفيعه كده او شرايح رفيعه وتتحط عند التقديم، لما نيجي نقلب حله ورق العنب هيبدا ان هو نقطعه ونحطه على الوش. طيب تعالوا اوريكم ثانيه واحده عينيا الاثنين. بصي يا حمدي دي كده ورق العنب اللي احنا لسه حاطين عليه اللحمه بتاعتنا، تعالى نبص هنا كده ده برده ورق عنب، ده ورق عنب بس داخله لحمه مفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا كده خلاص تمام، خلاص المفروض ان انا موطيه عليه النار. بص يا حمدي ده كده يحميلي كده الوش كده وياخد ايه يسحب المزازه بتاعته. تعالى بقى بص الناحيه الثانيه يا حمدي بسم الله الرحمن الرحيم،
ملوش علاقه بحلقتنا النهارده، بس هو انا كان نفسي فيه بصراحه، فروحت عاملاه وحطاه في حله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول الطريقه بتاعته عامله ازاي، وازاي ان احنا نسويه يطلع الحبايه بحبايته كده، ولا ان هو الميه بتاعته اكتر، ولا الكلام ده كله، ويطلع بالشكل ده. تمام، اللحمه عندنا تمام وزي الفل. انا مش عايزه انشغل في لف ورق العنب علشان حته اللحمه ما تتحرقش مننا. طيب بصوا كده، اسهل طريقه في الكون للف ورق العنب. انا مش هستخدم طبق، انا هعمل زي ما بعمل عندي على رخامه المطبخ. بصوا بعمل ايه، بعمل الحشوه جنبي كده، وبروح ماسكه ورق العنب كده، وابدا ان انا افرد كده. طبعا في ورق العنب ناحيه بتلمع وناعمه خالص كده، والناحيه التانيه بتبقى خشنه بالشكل ده كده. الخشنه هي اللي هتبقى جوه. طب ليه، ليها سبب او ليها هدف ولا اي حاجه وخلاص؟ لا اكيد ليها هدف طبعا. الحته الخشنه دي بالعروق بتاعتها اللي جوه دي بيمسك الرزايه ويخليها ان هي ما تتزحلقش معانا، بيمسك الرزايه ويخليها ما تتزحلقش. فنحشي على الحته الخشنه. بسم الله، نوطي على المحشي الكرنب كمان، وده وطينا عليه وده وطينا عليه. احنا كده بقى نشتغل براحتنا، ويبقى ايه كده فضينا دماغنا من اللي على النار. بصوا بقى كده. طيب يا نونا، احنا بنروح في اماكن كتير بنلاقي ورق العنب كده، نيجي ناكله نلاقي الصباع محشي ورق، محشي كده يعني مفيش، الرز مش موجود، عباره عن ورق وبس، وبيبقى ناشف كده ما بيبقاش حلو. طيب بالمنظر اللي انتوا بتقولوه دوت، او اللي انا بشوفه طبعا في اي مطعم او ايا كان فين، ده بيبقوا عاملين الورقه الكبيره على ابوها. يعني ايه على ابوها؟ يعني ورقه صغننه زي دي كده، دي كده تمام في الحشوه، هتبقى معايا زي الفل، وهتديني الصباع اللي انا عايزاه، وهتديني الحجم الصباع الرفيع اللي معمول بيه ورق العنب زي ما انا ورياكوا محشي ازاي كده. لكن الكبيره دي لو حطيت هنا حبه الرز وجيت الفها وابرم كل ده ورق، يبقى انا باكل ورق وبس. اجي اكل في بقي كده صباع ورق العنب، احس ان انا باكل ورق، وبيبقى هايش بقى وبيبقى مفكك من بعضه. لا، ورقه كبيره زي دي تتقسم اتنين، لقيتي ورقه صغيره زي دي يبقى هنشتغل عليها زي ما هي، مش هنقص منها اي حاجه. اهي عندي بقى في البيت بعمل ايه، برص كله على الرخامه كده، وكله طبعا بيبقى مقاس واحد، او لو انا مثلا قصه الورقه او الكلام ده كله، وبيترص عندي على الرخامه بالشكل ده. الحشوه موجوده، وابدا ان انا احشي. يلا بينا نحشي واحد من الصغير دوت، ولما نرجع نوريهم بنقص الكبيره ازاي ونعمل. يلا بينا. بصوا كده، ما خلوا بالكم ان الرز بيزيد في التسويه، فنبقى حاطين المقدار اللي احنا عارفين ان هو يدوب على الصباع بالشكل ده كده. برص كله كده، وبصوا بقى معايا، باجي من الطرف ده اروح عامله كده عشان الناس اللي لسه بتدخل المطبخ جديد، وادي الطرف التاني اهو، انا كده خلاص وعصرت كده علشان يبقى رفيع، واروح جايه من الجنبين اهو على قد الرز اللي انا حاطه اهو. بصوا بتضغطوا وانتوا بتلفوا علشان يطلع السوائل اللي جوه، شايفين شايفين السوائل اللي بتطلع اهي، ادي السوائل اللي طلعت اهي، معنى كده ان جوه الرز ناشف على الحبايه. بصوا المنظر، بصوا ماسكه نفسها ازاي، ولا مرهرطه ولا الكلام ده كله، والصباع ما شاء الله عليه زي الفل اهو. نلف ده يا حمدي ونطلع. الم من الجنب كده، اهم حاجه الضغطه دي، والم من الجنب كده. بصوا الضغطه دي كده بتطلع لي السوائل اللي جوه عشان يطلع لي صباع المحشي رفيع، وفي نفس الوقت ما يبقاش مرهرط كده اهو. اجي من الجوانب هنا اروح عامله كده كده، وتضغطوا. بصوا بصوا انا اكنكم بتعصروه، بس بصوا شايفين اهو كده، شايفين المنظر، شفتوا السوائل الزياده اللي طلعت دي، دي اللي بتبقى جوه المحشي وبتخليه مرهرط، تخليه يفك، تخليه ان هو يفتح منك في التسويه، تخليه يفتح منك في التسويه. الضغطه اللي بنضغطها دي علشان نطلع السوائل من جوه، دي اللي بتخلي المحشي يتظبط.
يخليه ممسوك كده ومبروم كويس. نطلع فاصل او نطلع فاصل؟ هنبدا ان احنا نعمل ايه في الفاصل؟ هحشي بقيه الورق دوت كده عشان لما نرجع نوريكم الورق العنب طبعا اللي عندنا استوى، وهنشوف بقى هنقدم النهارده ورق العنب بطعم الكباب. انا حاطه له لحمه بس هنعمله ازاي بطعم الكباب هتعرفوا بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي يوكل. باي. ورجعنا من الفاصل، وقبل ما اطلع الفاصل قلت لحبايبنا كلهم ان احنا هنعمل النهارده المحشي بتاعنا بطعم الكباب. يعني ايه بطعم الكباب؟ يعني فيه تدخينه كده اكنه مشوي، وهتشوفوا قصدي ايه. طيب قبل ما نبدا ان احنا نشوف المحشي بتاعنا، عايز اقول لكم بس حاجه، انا هنا حاطه طاسه فيها زيت وهنزل بيه كده بزبده بالشكل ده كده، وهرجع قطعتين اللحمه اللي انا كنت واخداهم كده. طب ليه ما سويتهمش في نفس الطاسه؟ عشان الطاسه الثانيه فيها فلفل وتوم، فيها فلفل وتوم، فلو كنت سويتها اكتر من كده كانوا هيتلسوعوا معايا ويتحرقوا. فعلشان كده عملت طاسه نظيفه وجديده، حطيت فيها زبده وزيت بس علشان اللحمه تكمل التسويه بتاعتها و اللسوعه بتاعتها والتسويه. عملنا بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اروح جايبه، او مش هغطيها، مش هنخليها تستوي كده تكمل بقى تسويتها خالص. طب ليه انا عملت كده؟ علشان اللي انا خدتهم هنا انا قلت هيكملوا تسويتهم مع ورق العنب، لكن دول المفروض ان انا هزين بيهم او ان انا هحطهم على الوش بعد ما اقلب الحله بتاعت ورق العنب، فلازم يكونوا مستويين ودايبين خالص. عايزه تعمليهم كده ماشي، عايزه تحطيهم في صينيه بحبه زبده وحبه زيت في الفرن يكملوا تسويتهم خالص لحد ما تخلصي اللي يعجبك، بس انا حابه ان هم يتعملوا كده عشان بقى دول ان انا عايزاهم ايه يتلسوعوا زياده اكنهم مسويين، علشان لما في الاخر خالص عند التقديم اعمل الحركه اللي هتخليني احس بالتدخينه وريحه الشوي في المحشي، يبقى شكل اللحمه نفسها تديني الريحه دي. طيب الناحيه دي ده المحشي ده كده تمام وزي الفل، هنشيله وزي ما انتم شايفين كده انا فتحته وشيل وقفلت على طول علشان ما يسودش، لو اتغط لو اتعرى هيسود. الكرنب هنا معايا الله اكبر عليه، ولما نيجي السيجمنت الجايه هقول لكم ازاي ان انا اخليه مرصوص بالمسطره كده وان هو ما يطلعش رز وما يتفتحش معايا. ده كمان استوى معانا ونشيله كده. اللحمه هنفضل نتابعها كل شويه كده لحد ما ايه، بصوا المنظر بالشكل ده كده، امسك شوكه واعمل كده، شايفين ده بقى اللي انا بتكلم عليه؟ بصوا، لان هي اصلا حته اللحمه نفسها نوعيتها مش هتاخد وقت معانا في التسويه. بصوا هشيلها من على النار واسيبها هنا كده لحد ما اجي اقدم ورق العنب دوت. ليه لسه مخليه على النار؟ انا هوطي عليه النار خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، التعريه دي اخر تعريه، مش هغيرها تاني عشان انا مش عايزاه يسود. بسم الله بسم الله ما شاء الله، شايفين انا موطيه عليه ليه؟ لسه فيه سوائل، انا شايفه السوائل من الحروف، لسه فيه ميه بتغلي، الميه دي نزلت من عصاره اللحمه اللي احنا حطيناها، فعلشان كده انا مطمنه ان هو لسه التسويه بتاعته في التمام. طيب نيجي بقى دلوقتي نعمل نوع من انواع الورق العنب التاني، محشي لحمه مفرومه وبس. محشي لحمه مفرومه بس، ما بيتحطلوش اي نوع من انواع الرز، لا التتبيله اكنها زي الكفته كده وبتتحشي جوه ورق العنب. وهنشوف دلوقتي الارضيه بقى بتاعت ده انا مخليها مختلفه، يعني ده انا حاطه في الارضيه شرايح طماطم بس، ده انا حاطه في الارضيه شرايح بطاطس مع طماطم، بطاطس مع طماطم، وهو ده اللي انا هعمله دلوقتي. يلا بينا ننزل مقاديرنا يا حمدي ونشوف ورق العنب بالمفروم بيتعمل ازاي. مقاديرنا على الشاشه، ورق العنب بالمفروم ودبس الرمان بنعمله ازاي؟ مقاديرنا بتقول ايه؟ معايا في الخلطه معايا ورق عنب طبعا، معايا نص كيلو لحمه مفرومه، معايا بصلايه مبشوره وتكون معصوره كويس ما فيهاش سوائل، نص كوبايه بقدونس مفروم، معلقه
معلقه صغيره قرفه بودر وربع معلقه صغيره جوزه الطيب، وممكن تستغني عنها لما بتحبهاش. معانا كمان معلقه كبيره من البابريكا وملح وفلفل اسود. دي الخلطه بتاعه اللحمه، هدعك اللحمه كلها بده. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا في التسويه بقى محتاجه ايه؟ في الارضيه بصل، ومعايا بطاطس حلقات، ومعايا توم مفروم، ومعايا ايه كمان؟ ومعايا فلفل حامي مفروم، ومعايا يعني مكعب مرقه، وللوش وهو بيتسقي هروح رش عليه من فوق دبس الرمان. دبس الرمان مش هحطه مع اللحمه، عايزه تحطيه مع اللحمه مش مشكله، بس لا انا هحطه على ورق العنب من فوق عشان يديني المزازه اللي انا عايزاها. هبدا بايه؟ هبدا بالارضيه، هصفي البطاطس كده واحنا بنكلم مين؟ ونصبح على مدام عزه نقول لها صباح الهنا. ازيك حبيبتي، اخبارك ايه؟ ايه؟ انا بخير. طول ما انت بخير حبيبتي، صباحك انا وسعاده، تسلمي لي. يخليك، انا قلت اسلم عليكي والله. طيبه وانت طيبه وبخير وسعاده، وصباحك هنا وسعاده زيك يا رب، تسلمي لي. ايدك على اللي بتعمليه والله حبيبتي، سلم عمرك يا رب من كل شر، تسلمي لي، ما حرمش منك. نورتيني نورتيني يا مدام عزه، صباحك حلو زيك يا حبيبتي، مع الف سلامه، في حفظ الله. بصوا كده عملت ايه، حطيت البصل وفككته من بعض، ورحت معاه رشه ملح وفلفل اسود. عفوا، ادي الثوم، وادي الفلفل الحامي، وهاخد مكعب مرقه واحد بالشكل ده كده. شايفين انا بعمل ايه؟ اروح منزله بقى عليهم البطاطس واقلب الحلويات دي كلها كده مع بعضها. متخيلين تطعيمه البطاطس مع الفلفل مع البصل هتبقى عامله ازاي؟ واجي في الارضيه بتاعت الحله اللي هحشي فيها واعمل كده. يعني دي اصلا ممكن تتاكل اكتر من ورق العنب نفسه، اكتر من ورق العنب نفسه. انتوا متخيلين بطاطس بالثوم والبصل ومن غير صلصه والكلام ده كله تطعيمتها هتبقى عامله ازاي؟ طيب نيجي بقى دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل اللفه بتاعه الكفته. بصل معصور، مبشور ومعصور ما فيهوش ميه، انزل عليه بالبقدونس، قرفه، جوزه الطيب، بابريكا، ملح، وادي فلفل اسود. انزل بعد كده باللحمه، كده ادعك اللحمه مع كل المكونات اللي احنا حطيناها دي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بالمنظر ده كده شربت اللحمه من كل المكونات اللي اتحطت، شايفين؟ ولا فيها سوائل ولا حاجه. ليه ما فيهاش سوائل ولا حاجه؟ عشان انا اصلا فارمه البصلايه. ببدا ان انا اعمل كده، بالشكل ده كده، بعملها صوابع كده رفيعه او على حسب المقاس اللي انا محتاجاه، وارجع بعد كده اجهز ورق العنب علشان ابدا ان انا احشي بيه بالشكل ده كده. وبعد ما يتحشي يتحط على الخلطه اللي احنا عملناها بالبطاطس والثوم والبصل، وتخيلوا بقى طعمه لما يتحط عليه كمان معلقه الدبس الرمان من فوق، يا نهار ابيض على الطعامه والحلاوه اللي في ورق العنب. نعم يا حمدي. ونصبح على ام محمد نقول لها صباح الهنا. صباح الورد، صباح الفل، صباح الجمال على عيونك يا ست الكل. عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. انا بحب الجو، جو حبيبتي. حبيبتي الله يسعد قلبك، ما نحرمش منك ابدا. عارفه يا شفنونه، انت معانا في البيت كانك واحده معنا يا حبيبتي. والله ده شرف ليا وعلى راسي، ما نحرمش منك يا رب. يا رب يخليك. الف سلامه على مامتك، عامله ايه؟ سلم عمرك يا رب، ادعوا لها يا رب ربنا يجمعها ويتم الشفاء على خير. والله ربنا يعيب عنها يا رب. يا رب اللهم امين يا حبيبتي، تسلمي. والنبي يا شفنونه ليا سؤالين عندي. عيوني الاثنين 10 اسئله مش سؤال واحد. تسلم عيونك وتسلم كل وحش حبيبتي، ما تحرمش منك. انا عايزه الرقم بتاع الكريم اول حاجه. عيني
تاني حاجة تسلم عينك. وانا عندي بجح في وشي كده وكان حب الشبيه. تمام. هل الكريم ده يودر البجح البني؟ بصي هو لو مفيش حبوب هيوديها. ايوه مفيش حبوب. هو اصلا الكريم بيوحد لون البشرة، يعني بيخلي الحتت الغامقة ولون بيرجع للون البشرة الطبيعي. لكن لو في حبوب هو مش هيضيعها، هو ده مش مهمته. لكن لو في اثار بس وما فيش يعني بقع غامقه هي اللي موجوده مكان الحبوب، لكن ما فيش حبوب هيضيعها ان شاء الله. لا ما فيش حبوب، الحبوب كانت من بدري. سمع فصلت؟ لا ما فيش حبوب، هو البقع البني دي وعندي في دراعي زي دهون كده في دراعي. دهون في دراعك ولا يعني في خطوط وبعد ما خسيتي مثلا في ترهلات في الدراع؟ لا هي اكياس دهنيه انا كشفت. لا اكياس دهنيه الكريم ملوش علاقه بيها. لا اللي هو الكريم اللي ما تقول عليه مع بتاع البشره. ما هو كريم الجسم ما بيضيعش الاكياس الدهنيه يا حبيبتي، الكريم بتاع الجسم بيضيع الخطوط البيضاء والسلوليت اللي هو مطرح التمدد بتاع الجلد، لكن ما بيضيعش الاكياس الدهنيه. الاكياس الدهنيه دي لازم تتابعي مع دكتور وهو اللي يديكي الصح. نورتيني يا ام محمد، ربنا يا رب يشفيكي ويعافيكي ويديكي الصحه. بصوا كده بنبدا ان احنا نصبع كله بالشكل ده كده. تمام. اجي بعد كده اروح جايبه ورق العنب بالشكل ده كده. بعشق ورق العنب الصغير، الكبير ده بتحس ان هو مستفز كده ويقفل الواحد وهو بيحشي كده. واروح واخده صباع الكفته اللي احنا عملناه مثلا ورقه صغيره بروح مصغره كده، واروح جايبه كده. ده بقى ولا عايز عصر تنزلي منه السوائل ولا الكلام ده كله، وتلمي من الجوانب وتلف بالشكل ده كده. بيبقى كبير شويه عشان حجم صباع الكفته. عايزه ترفعي الكفته عن كده ماشي، بس انا بحس بصراحه لما برفع الكفته عن كده وبقلل اللحمه بحس ان انا ما باكلش حاجه، يعني بحس ان انا باكل ورق صافي. فلا زودي اللحمه كده والصباع هيبقى مليان معاكي وتمام وزي الفل. عايزه اقول لكم على حاجه، الرز بينفش وبيزيد لكن ورق اللحمه لكن اللحمه هتخس معاكي فهتكش شويه جوه في التسويه، فهو يا دوب هيبقى على قد التسويه اللي احنا عاملينها كده. المنظر ده وتضمي كده الورق كويس كده. شايفين الصباع اللي انتوا شايفينه بتقولوا عليه تخين ده؟ ده لما يدخل التسويه هيكش. ليه؟ علشان اللحمه اللي جواه اكيد هتكش، مش زي الرز هيفضل مثلا او هينفش اكتر من كده. لا بالشكل ده كده. ناخد واحد رفيع كده او نقلل منه اللحمه بالشكل ده كده، وتبدأي ترصي بقى على البطاطس اللي معمولة مع البصل والثوم والفلفل والخلطة الحلوة الجميلة دي اللي ريحتها هتجيب آخر الدنيا معاكي، وتبدأي بعد كده تسويه بشوية مرقة صغيرين ما تكتريش لأن اللحمة اللي جوه هتنزل سوائل، البصل اللي موجود مع البطاطس هينزل سوائل، كل ده هو اللي هيسوي ورق العنب بتاعنا. مجرد ما يبدا ان هو يدخل في التسويه كده، انت بعرف التسويه بتاعته ازاي؟ طبعا مش ورق العنب اللي هيستوي، لا هتاخدي صباع ورق العنب هتلاقي اصلا اللحمه من جوه استوت وورق العنب تمام. تعرفي منين ان انت عايزه بقى تدفي عليه وكده؟ تبداي ان انت تشوفي تسويه البطاطس. تسويه البطاطس بصوا الورقه كبيره قسمناها اتنين، خدت حته صغيره خالص من اللحمه اهي، وابدا ان انا احشي كده بالمنظر ده لحد ما بتخلصي الكمية كلها وتحطيه على النار يستوي، والبطاطس بتاعته بتبقى طعمة طعامة ما تتخيليهاش. يلا بينا نطلع فاصل نكمل بقية الحشو بتاعنا ونرجع بقى نشوف عملنا ايه النهاردة، ونرجع نشوف نقدم اطباقنا، ونرجع نشوف مفاجأتنا اللي موجودة في حلقتنا النهاردة. خليكم مستنيين شوية وراجعين مع نونا والبلد يوكرا. ورجعنا من الفاصل، تعالوا بقى كده معانا المحشي بتاعنا استوى زي ما بيغنوا كده يا حبيبي المحشي استوى. تعالوا بقى اوريكم يا حبايبي المحشي استوى.
قلبناه على الاطباق زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا ان احنا نرفع قدامكم ونشوف اللي احنا عاملينه عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ايدك معانا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول حاجه معانا اللي هو بالبطاطس، بسم الله ما شاء الله. ده بقى اللي معمول بايه؟ باللحمه. نعمل كده، تخيلوا بقى كميه المزازه والطعامه اللي هتبقى في ورق العنب ده، بسم الله ما شاء الله. طيب يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، ايدك معانا يا رب. ده اللي تحت اللي فوقيه اللحمه، ومحضره له شريحتين لحمه اهم ومستويين كويس قوي علشان يتقطعوا سلايح كده او نسار رفيعه ويتحط على الوش، ومحضره له كمان فحمايه علشان يبقى بطعم الكباب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. عادي على فكره. بصوا بقى كده اللحمه من تحت، وابدا ان انا اروح عامله كده شرايح طوليه كده بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بص المنظر، محضرين فحمايه علشان ان احنا نقفل بيها، بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. عندي بقى الفحمية مشغلاها، وهبدأ ان انا ايه احطها في فويل، وابدأ ان انا احطها ايه في وسط اللحمة كده، بسم الله. المنظر ده تعالوا بقى الصنف الثالث اللي احنا عاملينه، قلت لكم كان نفسي فيه بس يعني اتحشى بس ما عملناهوش. طبعا كلنا بنعمل المحشي بتاع الكرنب، وكلنا عارفين بيتعمل ازاي، وكلنا عارفين الحشوه بتاعته تبقى عامله ازاي. المشكله بقى في التسويه، لما اجي اسوي الكرنب او الورق العنب او ايا كان المحشي اللي هسويه، ما ينفعش ان انا املاه ميه واقول يستوي براحته وارجع بعد كده اصفي، ده مش صح، ده مش صح. ليه؟ بيخلي الورق بتاع الكرنب يفك منك، والرز يطلع، والصباع يبقى مفتح كده اهوت، ما بيبقاش حلو. فخلي مقدار الميه بالظبط، دي حاجه. تاني حاجه، لما تيجي تسقطي ميه او تسقي بقى اي محشي، حطي طبق واقلبيه واسقي عليه. اقلبي على اسقي على ظهر كبشه، يعني امسكي الكبشه كده وهي مقلوبه واسقي عليها علشان الورق بتاعك ما يفتحش لو مش عايزه تحطي طبق، وخايفه انك تحطي طبق وتقولي ايه لا ممكن يتكسر او ممكن يطق او الكلام ده كله. طيب يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأرضية فيها طماطم ما فيهاش محشي اهي، وصباع بس اللي هنا وصباع اللي هنا، بس ريحته مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. حبة محشي لوز لوز لوز، بسم الله ما شاء الله. ده كده كمان ما نازل مرصوص. احنا المفروض لما بنيجي ناكل المحشي سواء وخصوصا الكرنب، يعني لما بنيجي ناكله بنروح عاملين الصينيه كده او الحله ربنها كده، ونروح دالقين بالصينيه، الوحوحه بقى والريحه كلها والبخار كله لازم يطلع على وشنا يبهدلنا، وبعد كده نبدا ان احنا ناكل محشي. دي كانت حلقتنا النهارده، هستاذنك يا حمدي ان احنا ننزل المقادير بتاعتها لو سمحت، علشان اللي ما شافش من الاول يشوف دلوقتي معانا مقاديرنا بتقول ايه. مقاديرنا بتقول ايه يا حمدي؟ ده الورق العنب الاساسي، ورق عنب باللحمه، ممكن تعمليه بالريش، ممكن تعمليه ايا كان اللي انت عايزاه حسب ما انت عايزه، ممكن تعمليه بالموزه، ممكن تعمليه بالكوارع زي ما انت عايزه. معايا ايه؟ كيلو ورق عنب. الخلطه بتاعتنا ايه؟ معايا كوبايتين رز مصري. طبعا الكيلو ورق العنب ده، كوبايتين رز مصري ده قليلين عليه، يعني احنا ممكن نشيل كلمه كيلو ديت ونقول ورق عنب، على حسب بقى الكميه اللي انت عايزاه. عندي ايه كمان؟ عندي رز مصري، معايا بصل مفروم، معايا ثلاث حزم خضره مفرومه وتكون مشكله، شبت وكزبره وبقدونس، معايا كمان فلفل حامي مفروم ممكن ان انت تشيليه وما تستغني يعني تستغني عنه ما تحطهوش اساسا، معايا كوبايه عصير طماطم مضروبه،
ومعايا 4 معالق كبار من الصلصه، ومعلقه كبيره من دبس الرمان، نعناع ناشف وكمون وملح وفلفل اسود. ده ورق العنب الاساسي اللي هو ده. اللحمه بقى عملنا ايه؟ احنا قلنا نشيل لحمه ضاني عشان احنا مش حاطين لحمه ضاني، احنا حاطين شرايح لحمه، ولا حاطين ضاني ولا حاطين ريش، شرايح لحمه وبس. معايا لحمه ومعايا تبلتها بايه او عملتها بايه، انا ما تبلتهاش باي حاجه، بس استخدمت معاها ايه؟ ثوم مفروم وفلفل حامي مفروم، زبده وزيت وملح وفلفل اسود. حطيت الزبده والزيت على النار، اتقدحوا معايا، رحت نازله عليهم بالثوم والفلفل، وتبلتهم ملح وفلفل اسود، رجعت بعد كده تشوحوا شويه، رحت ماسكه اللحمه سليمه زي ما هي، رحت حطاها مدياها صدمه من جميع النواحي. بدات ان هي تدخل في التسويه، رحت شايلاها حطاها على ورق العنب، وسبت منها شريحتين ثلاثه من بره كده علشان هم اللي يكملوا تسويتهم كامله، علشان اقطعهم واحطهم على الوش زي ما حضراتكم شفتوا كده. ده بالنسبه للحمه. اتطعمت كويس قوي وطالعه معانا زي الفل. نيجي بقى لورق العنب بالمفروم ودبس الرمان. دبس الرمان انا مش حطاه في الحشوه، لا ده انا حطاه على البطاطس من فوق. عايزه تحطي بصل وتوم معاه ماشي، مش عايزه تحطي بس البطاطس وتتبليها بملح وفلفل اسود، ما عنديش اي مشكله، كده كده هتشرب من تسويه ورق العنب. معانا ايه؟ معانا لحمه مفرومه وبصلايه مبشوره وتكون معصوره ما فيهاش ميه، بقدونس مفروم، قرفه بودر، جوزه الطيب، وبابريكا وملح وفلفل اسود. كله يتدعك مع بعضه، يتصبع صوابع رفيعه، ابدا بعد كده امسك ورق العنب ابدا ان انا احشيه بيه. طيب دي الحاجه المميزه بس يا نونا، ممكن ما نعملش حاجه ثانيه؟ اه ممكن نعمل حاجه ثانيه، ان احنا ناخد حبه من الحشوه بتاعه الرز اللي احنا عملناها وحبه لحمه مفرومه متعصجه. في حد بيقول لي ايه مثلا؟ لا احنا ممكن ناخد حبه لحمه متبلين ونيين احطهم مع الرز وكله يبقى تسويه واحده. لا انا ما بحبش كده، ما بحبش ان اللحمه تنزل الدم بتاعها او تسويتها مع الرز، انا ما بحبش كده بصراحه. فبعصج اللحمه يا دوب ان هي بس يتغير لونها وتدخل في التسويه، بروح مقلبها مع حبه الرز وحاشيه بيها الورق العنب. دي بتطلع معايا تمام وزي الفل، والتطعيمه بتاعتها بتبقى حلوه، وابقى ضامنه ان مفيش زفاره، ضامنه ان مفيش دم في الحاجه، ببقى مطمنه وانا باكل ونفسي مفتوحه. طبعا الكرنب احنا عارفين هو بيتعمل ازاي اساسا، بس انا عفني الشوق ليه بصراحه، رحت ايه واخده حبه الحشوه اللي فضلوا من ورق العنب امبارح، رحت حاشيه بيهم الكرنب. تمام، هيقول حد هيقول لي ايه؟ طب ما حشوه الكرنب، حشوه ورق العنب انت حاطه فيها دبس رمان. اه خدت الحشوه من هنا عملت بيها الكرنب وطالع معانا طعمه زي الفل، جربوه ومش هتندموا. دي كانت حلقتنا النهارده، تعالوا بقى نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نشوف مفاجاتنا ونشوف حاجاتنا ونشوف جوائزنا عباره عن ايه. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلد يوكل. وطعم المحشي مبهدلني اخر مهدله، ده الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش حد يقاومها. بس في كمان حاجه ما تتقاومش وهو الذهب. الذهب ده هيجي لكم منين؟ من ريجينكس. ومش قادره اقول لكم كميه الرسائل اللي جايه لي ومبسوطين بالانسيالات وشكلها اللي انا نزلتهم. اتمنى ان يكون ذوقي عجبكم، لان انا نزلت مع مندوب من فرقه ريجينكس، اشتريناه سوا، ويا رب يا رب يكون ذوقي يعجبكم ان شاء الله. طيب نرجع ونقول يا نونا، ازاي نوصل للذهب اللي انت صورتيه ونزلتيه على صفحتك من يومين وعملتي لايف بيه وطلعتي فيه الخمس انسيالات؟ الموضوع سهل جدا وبسيط. واحد، الكيو ار اللي قدامكم اهو، نفتح موبايلنا، ندخل على الكاميرا، بسم الله، نعمل كده، نقرب اكننا هنلقط صوره، نفتح على طول اللينك اللي بيتبعت، تطلع لنا صفحة ريجينكس. دي الصفحة الأصلية للمنتج، دي الصفحة الأصلية للمنتج، مفيش غيرها.
دي الصفحه الاصليه للمنتج ما فيش غيرها. بصي بقى يا ست الكل، علشان الناس اللي بتتصل وبتقول لي انا مش عارفه ان انا اوصل ومش عارفه ان انا اطلب زي ما بتطلبوا او ان انا ادخل على الصفحه، اي حد موجود وعنده فيسبوك قولوا له يدخل على صفحه فيجينكس اللي هي دي، او شيف نون عربي وانجليزي، هتلاقي رقم تليفون، الرقم تليفون دوت هتتصلي بيهم هيرد عليكي حد من الفريق الطبي وتطلبي منه اللي انت عايزاه. ارجع واقول تاني، طب العرض ايه يا نونا اللي انت بتتكلمي عنه، وازاي ان انا اكسب دهب؟ كل اللي مطلوب من حضرتك يا تاخدي عرض من ده يا عرض من ده يا عرض من ده وعرض من ده. طيب ايه الجديد بقى اللي انت قلتيه؟ الجديد اللي انا قلته، في ناس كتير قوي بتتصل تقول لي انا عايزه كريم البشره ومش عايزه كريم الجسم. نشيل كريم الجسم. طب كريم البشره دوت انا لو خدت عبوه واحده هدخل السحب؟ لا، ممكن تاخدي اتنين من ده او اتنين من ده. يعني مش شرط عندي ان انت تاخدي ده على بعضه. مش شرط عندي ان انت تاخدي ده على بعضه. ده بديله ان انت تاخدي واحده زياده من ده، وده بديله ان انت تاخدي واحده زياده من ده. يبقى قطعتين من ده او قطعتين من ده، يبقى انت كده داخله عرض سحب عرض عيد الام. سحب عرض عيد الام اللي هتكسبي من عن طريقه الانصيال من الخمس انصيالات الذهب. نونا انا مش فاهمه. ممكن تفهميني تاني؟ انت دلوقتي بتتكلمي على عرض واحد. اللي هو ده. اللي هو كريم بشره وكريم جسم. والاثنين من ريجينكس. طيب تمام. طب دلوقتي انت قلتي اللي لازم ناخد العرض على بعضه عشان نخش في الاشتراك بتاع المسابقه. تمام. طيب انا مش عايزه الاثنين دول مع بعض، عايزه واحد لوحده، ودوت مثلا مش هيقضيني يا نونا، اعمل ايه؟ وده هيتركن عندي ملوش لازمه، او انا عايزه بتاع الجسم لكن بتاع البشره انا بشرتي كويسه، وفي متصله قالت لي انا بشرتي كويسه انا عايزه بتاع الجسم بس، فبنركن بتاع البشره خالص على جنب وبتاخدي اثنين من بتاع الجسم. عندك المشكله في البشره وجسمك ما شاء الله ما فيهوش حاجه، يبقى بنركن بتاع الجسم على جنب وبتاخدي اثنين من البشره. اتنين من ده او اتنين من ده، او لو انت محتاجه الاتنين مع بعض ما عنديش اي مشكله، بتاخدي العرض كده مع بعض، الكورس على بعض، الكورس على بعض. كل اللي مطلوب من حضرتك علشان توصلي للمنتج، وكل اللي مطلوب من حضرتك عشان تشتركي في مسابقه الانصيالات الذهب، حاجه من اربعه، حاجه من اربعه او خمسه كمان، حاجه من خمسه. اولهم تدخلي على الكيو ار دوت وتطلبي من صفحه ريجينكس الاصليه. تانيهم تطلبي من على الانستجرام بتاع الريجينكس او الانستجرام بتاعي، سواء ده او ده هتلاقي الفريق موجود عند ده او ده. ثلاثة تطلبي من الويب سايت وعليه خصومات مختلفة تماما عن اللي بنتكلم عنها. اربعة تطلبي من على صفحتي اللي هي شيف نونا عربي وانجليزي من عن طريق الرسائل. خمسة تطلبي من رقم التليفون اللي بينزل على صفحتي شيف نونا عربي وانجليزي او صفحة ريجينكس. عندك خمس طرق للتواصل بفريق ريجينكس الطبي الاصلي، مش اي حد تاني. وخلوا بالكم من حتة الاصلي دي قوي، نشد وراها او تحتيها 100 خط. ليه؟ علشان هو ده اللي هيوصلوا لك المنتج الاصلي اللي انا اتكلمت عنه او اللي انا استخدمته، واستاذه مروه فوزي استخدمته اللي هي خبيره التجميل، وناس كتير 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 استخدموه، لدرجه ان من كتر الناس اللي استخدموه الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، النتيجه بتاعتهم مضمونه مليون الميه معاهم. عايزه اقول لكم ما بقوش يكتبوا في الرسائل، بيكتبوا مره واثنين وثلاثه وعشرة على الرسائل، ولما بقوا بنشوف الرسائل ونشكرهم على رايهم والكلام ده كله بقوا يكتبوا في الكومنتات من كتر انبهارهم بنتيجه المنتج. فمش عايزه الوقت يفوت، مش عايزه الوقت يعدي، الحقي علشان الوقت بقى قليل خالص، الايام بتجري هوا. احنا كنا بنتكلم في 19/2 النهارده 26 كنا بنتكلم من اول 19/2 والنهارده 26. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني الوقت بيجري، يعني الوقت بيفوت، يعني اللي مش هيلحق ان هو يشتري في الفتره اللي احنا محددينها الاشتراك في العيد الام او العرض عيد الام خلصت. طب يا نونا اسئله جات لي برده في الكومنتات، السحب هيكون امتى؟ ان شاء الله هيكون يوم عيد الام، يوم 21 مارس ربنا يديني ويديكوا العمر، هيكون السحب على الانصيالات. كل الناس اللي اشترت في الفتره دي اللي هي من 19/2 ل 19/3 كل فواتيرهم هتتحط في بوله، وهنبدا ان احنا نسحب خمس فواتير، وهيكون قدامكم على عينك يا تاجر. والناس اللي كسبت معانا قبل كده تعرف مصداقيتنا عامله ازاي، وان الهدايا بتوصل لهم لحد عندهم، بس المره دي بقى مختلفه. في ايه؟ ان الهدايا مش هتروح لحد عندكم، انتوا اللي هتيجوا تاخدوا الهدايا بنفسكم. انتوا اللي هتيجوا تاخدوا الهدايا بنفسكم عشان اتصرف بيكم واشوفكم واسلمكم الهديه بنفسي. الموضوع سهل وبسيط. كل المطلوب منك يا تدخلي على الكيو ار، افتحي موبايلك كده وانت معايا بتتفرجي على الحلقه، تروحي فاتحه الكاميرا، هتدخلي كده على الشاشه او التلفزيون اللي قدامك وتقربي الكاميرا منه،
هيطلع لك لينك على الكيو ار اكنه اهو، يدخلك على طول على الصفحه بتاعت ريجينكس. دي الصفحه الاصليه والاساسيه بتاعت المنتج، مفيش اي صفحه تاني. تدخلي بقى على صفحه، تبحثي على الفيسبوك او تبحثي على جوجل، تعملي سيرش وتكتبي شركه ريجينكس او صفحه ريجينكس الاصليه او الكلام ده كله، ممكن تلاقي ملايين الصفحات بنفس الصوره. ده احنا يوم ما بيغيروا الصوره تلاقي الصفحات التانيه غيرت الصوره، وبنعمل عليها بلاغات كتير والكلام ده كله، وبرده مفيش فايده. كل يومين ثلاثه يطلع صفحه، كل يومين ثلاثه يطلع صفحه، وفي صفحات تانيه اصلا مش باسم ريجينكس، صفحات طبيه يتصلوا عليها الناس بريجينكس بتاع شيف نونه موجود عندكم؟ اه موجود عندنا، وهو اصلا ما بقاش يخصنا، ما بقاش ليه اصلا علاقه بينا. فتخلوا بالكم من الموضوع ده. ريجينكس بيتباع على صفحه ريجينكس بس، وعلى صفحتي شيف نونه عربي وانجليزي. على موقع ريجينكس او على الحساب بتاع ريجينكس على الانستجرام، على الانستجرام بتاعي شيف نونه، على الويب سايت بتاع ريجينكس هتلاقي موجود المنتج بالخصومات. بره الخمسه دول ما يخصيش او ما يخصنيش او ما يخصناش، مش مسؤوله عن المنتج اللي يجي لك. انا قلت وحذرت ونبهت، واللهم بلغت اللهم فشل على الكلام اللي انا بقوله. فيلا بسرعه، الفرصه مش عايزاها تضيع منك، تلحقي تشتري العرض معانا. وارجع واقول سهلت لكم الدنيا خالص، مش شرط ان انت تاخدي الاثنين مع بعض خالص خالص. محتاجه البشره اشتري اثنين بشره، محتاجة الجسم اشتري اتنين جسم، محتاجة ده وده اشتري العرض على بعض. هيوصلك لحد باب البيت. وحبايبنا اللي اتصلوا النهاردة في الحلقة من أولها وطلبوا رقم ريجينكس، الإعداد خد الرقم بتاعكم. هبعته لفريق الطب هيتصل بيكم ويتواصل معاكم ويبعتوا لكم المنتج لحد باب البيت. علشان الناس اللي هي ملهاش في السوشيال او ملهاش ان هي تدخل على الفيسبوك او الويب سايت او الكلام ده كله، ما تقلقوش، اتصلوا على القناه هياخدوا الارقام بتاعتكم هيودوها للفريق الطبي هيتصلوا بيكم ويبعتوا لكم المنتج لحد عندكم. نلحق علشان نكسب الانسيالات الذهب، ويا رب يا رب يكبر بخاطركم دايما ويسعدكم دايما، اللهم امين، ويوفقكم اللهم امين اللهم امين اللهم امين، ويرزقكم بالخير كله. ارجع واقول مفيش وقت ومفيش فرصه، وارجع واقول تاني يا حمدي معلش نفتح الكيو ار تاني علشان حبايبنا اللي قاعدين دلوقتي بيتفرجوا على الحلقه. نفتح الموبايل اهو اهو، يعني الموبايل اهو عادي خالص، موبايلك عادي خالص، بترجعي ان انت تفتحي كده وتروحي مشغله الكاميرا، بتشغلي الكاميرا اكنك هتلقطي صوره اهو، مشغله الكاميرا اكنك هتلقطي صوره، بتحطي الكاميرا على الشاشه بالشكل ده كده، وترجعي تقربي تقربي من الكيو ار او المربع اللي موجود على الشاشه، بيطلع لك لينك بتدوسي عليه بيروح مدخلك على طول على ريجينكس اهو، الصفحه الاصليه والاساسيه والوحيده للمنتج. بالله عليكم ما نجيبش من اي صفحه تانية، وبالله عليكم ما نتعاملش مع اي حد تاني، انا مش مسؤوله، انا مسؤوله عن اللي بتكلم عنه، ودي شهاده مني قدام ربنا، انا مسؤوله عن اللي بتكلم عنه والمنتج اللي انا جربته، مش مسؤوله عن حد تاني. يلا بسرعه نشتري العرض، يلا بسرعه نشترك في عرض عيد الام، وكلمه السر هي عرض عيد الام. ممكن تشتري العرض وتقول لهم انا عايزه مثلا عرض ريجينكس وخلاص خدتيه وخلاص، انت كده ما دخلتيش المسابقه، فليه ارمي فلوس في الارض؟ لا، اشتركي واشتري وقولي لهم انا عايزه عرض عيد الام. كلمة عرض عيد الأم دي دخلتك مباشرة على المسابقة بتاعتنا. ربنا يا رب يرزقكم السعادة والخير دايما، واستنوني في لايف مهم جدا 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 النهاردة، هتلاقوا نسخة تانية من نونة، يعني مش هتلاقوا نونة زي ما هي كده، هتلاقوا نسخة تانية منها، ومعانا الأنسيالات الذهب وهوريها لكم تاني النهاردة في اللايف بتاع النهاردة، وهتكلم أقول لكم على حاجة مهمة، بس استنوني في اللايف بتاعنا النهاردة إن شاء الله، يديني يديكم العمر، يعني هنكون حوالي على الساعة 6:30 7 كده بإذن الله. أسيبكم بقى بخير وأشوفكم على خير، وأتمنى تكون حلقة المحشي النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. أسيبكم بخير وأشوفكم على خير في حلقة جديدة، بيتجدد لقائنا بكرة إن شاء الله الساعة 10 صباحا، واللي فاتوا أي حاجة من حلقتنا النهاردة بيقدر يتابعنا 9:30 مساء. أسيبكم بخير وأقول لكم السلام عليكم.